هذا حديث الكرى هنا كراهة تنزيهية، يعني بالنسبة لبس النعل اللي هو الحذاء الكندرة، إذا الإنسان لبسها وهو واقف يعني ممكن أن يسقط أن يقع، وهذا مشاهد. غير لبس النعل اللي هو الشبشب العادي، سواء كان الشبشب بالأصبع أو اللي يسموه الشرقي، هذا لا بأس الإنسان ينتعله ماشي، لكن بتكلم هذا المقصود به الحذاء الكندرة البسطار، هذا هو المقصود به أن الإنسان يفضل أن ينتعله وهو أن يلبسه وهو جالس. والنهي هنا كراهة تنزيهية، لأنه يخشى عليه إن لبسه واقف أنه يسقط ويقع، وهذا مشاهد. صلى الله عليه وسلم.